الشعب لما خرج من أرض مصر والشعب شاف إيد الله وقدرته العظيمة بتعمل بتشق البحر بتضرب آلهة مصر بالضربات، وقف الشعب مذهول أمام اللي عمله الله وقالوا لا مثل لك. لما رجعوا من السبي وشافوا قدرة الله وسيطرته على الأمم والممالك والشعوب قالوا لا مثل لك. كان هتاف الشعب دايما لا مثل لك، من مثلك، معتزا في القداسة مخوفا في التسبيح صانعا عجائب. شعوب الآلهة كانت أصنام، كانت أوثان. الشعب حتى كان بينزلق مرات كتير يعبد هذه الآلهة، فكان الله بيعلن عن نفسه، بيعبر عن نفسه بآيات عظيمة وعجائب بيعملها دايما مع شعبه، وده اللي خلى الله يعلن نفسه إنه إله متفرد، إله فريد لا مثل له، علشان يكسب وعلشان يجذب ليه قلب الشعب. لا مثل لك يا رب بين الآلهة ولا مثل أعمالك، معناها إنه مفيش غيرك، مفيش زيك، مستحق وحده للعبادة، مستحق وحده للحب، مستحق وحده للخضوع، مستحق وحده للطاعة والولاء. ولما نتأمل في عجائب الله في القديم ونشوف ما صنع الرب في المسيح في ملء الزمان في العهد الجديد، لما تجسد الكلمة يسوع المسيح في الصليب لكي يفدينا ويخلصنا، هنلاقي نفسنا مبهورين أمام أعجب شيء على الإطلاق صنعه الرب. إنه حتى إن العهد الجديد عبر كتير جدا ليس لأحد حب أعظم من هذا، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. النهاردة في آلهة كتير جدا بتحاول تستحوذ على فكر الناس وفكر الشباب، بتتصارع على أخذ فكر وانتباه وولاء الناس، تبقى بتعبد هذه الآلهة. المال، الشهرة، الجنس، الشهوة، الممتلكات والمقتنيات، آلهة كثيرة جدا بتحاول إنك تعبدها، بتحاول إنك تلاقي فيها نفسك وحياتك. لكن قل لي إنه إله أشبعك، إنه إله أراحك أمام استعبادك لهذه الآلهة المتنوعة. النهاردة الإله الواحد الحي الحقيقي الذي لا مثل له بيوجه نظرك إلى شخصه، إلى عمله، إلى محبته، علشان تختبره وتختبر تفرده في محبته، في إمهاله، في طول أناته، في كل رحمة عايز يرحمك بيها، علشان لما ترنم الترنيمة دي ولما تهتف مع الهاتفين تكون الترنيمة من قلبك طلعة، قلب اختبر إنه فعلا لا مثل للرب في كل الأرض. هتفضل ترنم لا مثل لك بين الآلهة.